طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. سليم صفير مستعدون لإعادة تسليف القطاع الخاص. موافقة مبدئية على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام. و 65 ألف ليرة رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال فيسبوك وتويتر. عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم كنعان الذي أكد أن وزارة المال وافقت مبدئيا على اقتراح المساعدة الاجتماعية للقطاع العام واقترحت تعديلات سلمتنا إياها وسنناقشها ولا نربط أي مساعدة بأي ضريبة. اليوم اجت وزارة المالية مع الأرقام الرسمية يلي معي اليوم موقعة وممهورة من قبل وزارة المال، هيدا قريتهم واعطيتكم، يعني هيدا ممكن ننشره ورح ننشره، ولكن هيدا تتاخدوا فكرة انه بدأنا نتعاون مع وزارة المال وفقا لعمل منهجي رسمي بما هو مفروض انه يكون بين المجلس النيابي وبين وزارة المالية. هلا كمان تقدمت وزارة المال باقتراح عملي للمساعدة الاجتماعية، مش اقتراح هيك جاي من الهواء، هو تعديلات على الاقتراح اللي نحن متقدمين فيه. هذه التعديلات هي موجودة هلا معنا، فإذا هنالك موافقة، نوع من موافقة مبدئية، وقت بتقدم وزارة تعديلات معناتها يعني هي قابلة انها تدخل بهالموضوع وتخفف من عملية اذا بدكم الثقل المالي اللي راضخ تحته اليوم المواطن اللبناني نسبة وخاصة القطاع العام، نسبة لرواتبه، نسبة لبدل النقل، نسبة لكل حدا عم يتعاطى اليوم مال عام ان كان تعويض او ان كان مياوم. اذا حتى تستمر هالدولة في إجراءات معينة مقترحة، لم ما بتينا بشي حتى ما تطلع هلأ كل السيناريوهات مثل العادة التآمرية يلي بتبلش تحكي بخيالات. يعني مثلا الأسبوع الماضي نحن طارحين هالإشكالية من ضمن البطاقة التمويلية، من ضمن المساعدة الاجتماعية، من ضمن القرض للبنك الدولي إلى آخره، بيطلع حدا بخبر الناس خبرية انه ايه ما شفتوا قلنا لكم هيدي شعبوية الانتخابات. ما في اي اتفاق انه نحن نروح نقبل باي ضريبة على اي مواطن قبل ما يتحسن وضعه الاجتماعي. نبقى في المجلس، حيث عقد جلسة للجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمو أبي رمية، وجرى النقاش حول تحضيرات لبنان للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة. النقاش كان مخصص لدراسة التحضيرات يلي عم بتقوم فيها اللجنة الأولمبية للمشاركة بالألعاب الأولمبية الصيفية بباريس بسنة 2024. وأكيد السؤال أنه من هلأ عم نحكي بهذا الموضوع، بالواقع كلنا بنعرف أنه حيالله بلد بده يشارك بالألعاب الأولمبية، الأمور ما بتجي على الهين وما بتجي على السريع، بدها تحضير مسبق. من لهالسبب كان هيدا اللقاء اليوم تنعرف قبل بثلاث سنين من هذا الحدث الرياضي الدولي شو التحضيرات يلي عم بيقوم فيها اللي عم بتقوم فيها اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية حول مشاركة لبنان وحظوظ لبنان بالحصول على ميداليات خلال هذا الحدث الرياضي. وكانت أفكار أكيد من ميل عنا موضوع وزارة الشباب والرياضة يلي لازم تلعب دورها الأساسي بالمساهمة، بالإضافة إلى القطاع الخاص يلي بيقدر يلعب دور كمان إيجابي حول سبونسور، إنه يكونوا عم بيقوموا برعاية كل مؤسسة أو شركة معنية إنه تكون عم تعمل رعاية من خلال تقديم المساهمات لأحد الألعاب يلي نحن رح نشارك فيها. كذلك الأمر سيكون هناك بفكرة طلعت خلال النقاش، لأنه البنك الدولي كمان عنده
برامج للمساهمة في تطوير الرياضة والشباب، كما رح يكون في رح نأمن لقاء بين اللجنة الأولمبية والبنك الدولي من أجل نشوف معهم إمكانية المساهمة ليكون هناك يعني إمكانيات مادية أكثر لتكون بتصرف اللاعبين اللبنانيين يلي بدهم يمثلوا لبنان. بالعودة إلى الشأن المالي، أكد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير بعد لقائه على رأس وفد من الجمعية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة حماية حقوق المودعين، خاصة بظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحى قدرتهم الشرائية، مؤكدا على أهمية إقرار قانون الكابيتال كنترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان، كما الحفاظ على حقوق صغار المودعين. وشدد صفير على ضرورة إعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيدا لمعالجتها، فالقطاع المصرفي الأكثر تضررا من الأزمة لا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الأزمة. بدوره أكد ميقاتي على أن أي حل شامل للأزمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان، حيث سيؤخذ بالاعتبار أهمية حماية القطاع المصرفي، وذلك للحفاظ أولاً على الأموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد. أعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر عن الالتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية، وسأرفع القرار إلى رئيس الحكومة اللبنانية بعد قليل، وأوضح في كلمة له أن المسار الاستثنائي سيصل إلى خواتيمه في الجلسة المقبلة، ونسعى كلجنة مؤشر إلى إفادة العاملين وعدم الإضرار بالعجلة الاقتصادية. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، وذلك في إطار التأكيد على رغبة لبنان في إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا. وعلى صعيد اللقاءات، استقبل الرئيس عون الوزير السابق فراج سابونجيان والدكتور فؤاد أبو ناصر، وعرض معهما الأوضاع الاقتصادية وسبل معالجتها والحد من انعكاساتها السلبية على المجتمع اللبناني. واستقبل الرئيس عون في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي رئيس أساقفة الفرزل وزحلي والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، الذي سلمه دعوة باسم الأبرشية لحضور صلاة الغروب التي ستجري فيها رتبة تولية الراعي الجديد للأبرشية المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، وذلك يوم السبت 18 كانون الأول المقبل الساعة 3:30 في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة. ويسبق الاحتفال استقبال المطران الجديد في ساحة المطرانية الساعة 3:00 PM، علما أن المطران إبراهيم سوف يحتفل بالليتروجية الإلهية يوم الأحد 19 كانون الأول المقبل الساعة 12:00 PM. وقد تمنى الرئيس عون التوفيق للمطران الجديد في مسؤولياته الروحية، منوها بالجهود التي بذلها المطران درويش خلال توليه أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع. ترشيد الدعم جزئيا دخل حيز التنفيذ وأسعار الأدوية المزمنة فوق طاقة المريض، التفاصيل في تقرير جورج عبود. من دون أي إعلان رسمي وعبر تسريب لوائح بأسعار جديدة ظهرت للعلن، تلقف بامتعاض المواطن ترشيد الدعم عن الأدوية فضع بالأسعار بين أدوية مدعومة وأخرى مدعومة جزئياً وأخرى غير مدعومة نهائياً، إلا أنه بالنتيجة الدواء اللي كان لازم يكون خط أحمر ارتفعت أسعاره وما رح يكون بمتناول قسم كبير من اللبنانية. رح ندخل بتفاصيل قرار رفع الدعم الجزء الأخير يلي وقعه وزير الصحة في رأس أبيض بطريقة مبسطة. المعادلة هي على الشكل التالي: كل ما كان ثمن الدواء مرتفع كل ما كان الدعم أكبر، والعكس صحيح. بمعنى الأدوية بأقل من $5 رح يكون الدعم بنسبة 25% فقط. الأدوية المستوردة بين سعر $5 و$10
نسبة الدعم 45%، الأدوية بين 10 و 50 دولار رح يكون دعمها بنسبة 65%، الأدوية يلي بيزيد سعرها عن 50 دولار بيبقى دعمها كامل على دولار 1500 ليرة. الدولة عاجزة وما عاد عنا خيارات، هيك لخص مصدر متابع مجريات الأمور بقطاع الدواء. هلا هو بالحقيقة ما رفع الدعم، خففه، ومش على كل الأدوية، على جزء من الأدوية. وتنكون دقيقين أكثر، أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية ما تغير شيء فيها، بعدها مسعرة على 1005 مثل قبل الأزمة، مثل 2019 و18. هلا اللي تم تغيير الأسعار عليه هو أدوية الأمراض المزمنة يلي تغيرت نسبة الدعم، كان مدعوم 100% على 1005، هلا صارت النسبة بتتراوح بين 25 و80% حسب الدواء وحسب سعره وأهميته. فبالإجمال لا يزال مدعوم، إنما مدعوم بنسبة مئوية أقل، مما أدى إلى ارتفاع سعره طبعا. وفي عدد من المواطنين يلي القدرة الشرائية طبعا ما بتسمح لهم أنه يتحملوا هذه الزيادات، مظبوط، إنما ما وصل بعد لسعر سعره الفعلي، يعني السعر المحسوب على سعر الدولار تبع الأسواق، بعدنا ما دون هدول المستويات. بظل انهيار القدرة الشرائية وقبل أعطاء البديل من مساعدات اجتماعية أو حتى بطاقة تمويلية، هل رح يصير دواء المواطن من الكماليات؟ شو في يعمل المواطن لما بيكون السعر لا يتناسب مع قدرته الشرائية؟ عنده شغلتين بيقدر يعملها. أول شغلة إنه يلجأ لأدوية أرخص، أدوية جانسية أرخص، يعني جينيريك أرخص، وهون طبعاً طبيبه والصيدلي هن اللي بيقدروا يساعدوه. تاني شغلة بيقدر يروح مثل ما أكد لنا معالي الوزير على مراكز الرعاية الصحية، يمكن ما يلاقي فيها كل الأدوية اللي بده إياها، بس بيلاقي فيها علاجات فيها تساعد وضعه الصحي، وهونيك الواحد بيدفع رقم رمزي بصراحة، يعني مش ما بيدفع حقه للدواء. مصرف لبنان صار عاجز عن تخصيص الدعم الكامل للقطاع، فهل من ضمانات مستقبلية بعدم توسيع رقعة رفع نسبة الدعم؟ الأموال المتوفرة بالمصرف المركزي من أجل الدعم تقلصت وما بقي منها إلا القليل، مشان هيك بتلاقي إن رفع الدعم عن البنزين، عن المازوت، عن المأكولات وعن أمور عديدة. هلأ في اتفاق بين وزارة الصحة والمصرف المركزي إنه يكفوا يدعموا القطاع الصحي، إنما مش مثل ما كان بالماضي، بنسب أقل. مشان هيك الميزانية اللي أعطيت لوزير الصحة من أجل إدارة أولويات احتياجات اللبنانيين هي عالدواء 25 مليون شهريا، بس الناس يعرفوا كان لبنان يصرف عالدواء 80 90 أو 100 مليون دولار شهريا، يعني عم نحكي على مبلغ أقل. لغاية هذه اللحظة التنسيق كامل بين المصرف المركزي وبين وزارة الصحة، وأنا بقدر أكد أنه يمكن في أكثر من اجتماعين أسبوعيا بيصيروا بين الطرفين من أجل التنسيق على كل الأمور، أكان على الأمور الاستراتيجية أو على الأمور الإجرائية أو التنفيذية أو المالية أو غيرها. وبالتالي يعني نحن كلنا إيمان إنه الكل رح يلتزم بما تم الاتفاق عليه. بوقت انضم قطاع الأدوية لمرمى الأزمة الاقتصادية، كان لافت بيان نائبة مصانع الأدوية يلي أكد التزامه بتأمين الدواء اللبنانية بأسعار أدنى ب 30% من البراند و 15% من الجنسية المستوردة، فهل سيصل اللبناني لقناعة أنه الدواء الوطني بيشفي كمان؟ نسب الانتحار تتزايد في لبنان بمعدلات مرعبة، فماذا في التفاصيل؟ بعد أن بات العيش في لبنان يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وبعد تفاقم المأساة والمعاناة جراء انقطاع كثير من أدوية الأعصاب، أصبحت الميول الانتحارية إلى ازدياد وبمعدلات مرعبة. فالاتصالات التي يتلقاها خط الحياة، وهو الخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من الانتحار، في تصاعد مستمر وبنسب مقلقة. بحسب إحصاءات الجمعية، قفز عدد الاتصالات بشكل هائل من نحو 2000 اتصال عام 2019 إلى 7498 اتصالاً حتى تشرين الأول الماضي، بمعدل 25 اتصالاً في اليوم، مقارنة بخمسة اتصالات يومياً فقط
قبل عامين. فماذا يقول علم النفس في هذا الإطار؟ حالات الانتحار بلبنان كتير زايدة، حتى الإحصاءات عم بتفرج هذا الموضوع على الأرض، مثل ما شفنا بالأكتيكل بالجمعية إمبريس قد في عنا تقريبا 28% من الاتصالات بأيلول عم بتكون للأشخاص اللي عندهم ميول انتحارية. بيسأل دايما الشخص ليش هيدا الشخص مش هيداك، مع انه يمكن كلنا عم نعيش ذات الحالة وذات الأوضاع الاقتصادية. طبعا الشخصية كتير بتأثر، في أمراض عصبية بتأثر، في شخصية مرضية، في يعني ما فينا نقول انه بس لانه الوضع الاقتصادي هو هيك. طبعا كثير بيأثر الادويه الموجوده اللي منا موجوده بالسوق للاسف، اللي منا موجوده هي خلت كمان عوارض الامراض النفسيه والعصبيه تبين اكثر، او يتراجع الشخص بوقت كان يمكن تقدم كثير وكان في يمكن حتى يتخلى عن الدواء بمرحله معينه، هلا بطل فيه لانه رجعت الحاله لورا، وصار اذا هلا متواجد الدواء رح يكون كثير غالي وما بيقدر يشتريه بكل بساطه. مؤشرات مقلقه حول ما يعانيه اللبنانيون بشكل عام، وتحديدا فئه الشباب، اذ تشير الدراسات الى ان 80% من المتصلين لبنانيون، والبقيه مقيمون من جنسيات سوريه وفلسطينيه وعراقيه وكينيه واثيوبيه وغيرها. واللافت أكثر أن 50% من المتصلين هم من الشباب الذين ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، وتتساوى النسب بين الذكور والإناث. وعيادياً عم نشوف كثير في موسيقى معينة، في كليبات معينين بيشجعوا على هذا الموضوع، وهذا المراهق قاعد ببيته وعم يسمع كل الوقت، عم يتأثر كل الوقت، فصار في إذا بدكم مثل برين، يعني برين ووش. فهذا الموضوع أثر فيهم كتير وخليهم كمان يكون عندهم حالات يعني يجربوا ينتحروا فيها أو انتحروا فيها. فهون ندعي أكيد الأهل يكونوا يعرفوا شو عم بيصير مع أولادهم. انفجار المرفأ كان له أثر كتير كتير، تروما كتير قوية، هيدا السبب أكيد اللي خلى كتير أختصاصيين يتجهوا لهذا الهدف، أنه يساعدوا الأشخاص بالمناطق المجاورة واللي أكيد تأذت كتير. وتؤكد الدراسات أن ثلث نسب الانتحار يمكن ربطها بالبطالة التي أثرت خصوصاً على الذكور في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، وهو ما يتوافق مع ما سجله الخط الساخن في لبنان حول الفئة العمرية للنسبة الكبرى من المتصلين. فاصل ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. تاون هول لبنان مبادرة تهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه لبنان ومواطنيه بمشاركة الأو تي في ووسائل إعلام لبنانية عدة. أطلقت محطات تلفزيونية وإذاعات لبنانية مبادرة جديدة معلنة عن بث سلسلة برامج تلفزيونية بعنوان تاون هول لبنان مباشرة على الهواء في الوقت نفسه، حيث ستناقش أبرز التحديات التي تواجه لبنان ومواطنيه. المبادرة من تنظيم منظمة مناظرة التي تهدف لإقامة حوارات عامة بناءة في المناطق التي تتحدث اللغة العربية. بتوقع إنه كنا متفقين إنه الإعلام منقسم، ومش بس باللبنان لكن في العالم العربي كله، وهيدا عم بيصير في وقت فيه تحديات كبيرة يلي ما فينا نوجهها من غير حوار تشاركي. منشان هيك احنا فخورين بإعلان عن المبادرة اللبنانية لصحافة الشأن العام. احنا اليوم عم نطلق مبادرة جديدة، مبادرة لبنانية تدعم صحافة الشأن العام وبرامج تكون حوارية بشكل جديد في لبنان، وهي البرامج يمكن يشارك فيها فئات كتير ما كانت بتشارك برامج قبل. وطبعا لو ما كان إيمان الشركة تبعنا ما كنا حققنا هذا الشيء. وبعد فيلم وثائقي يلخص مهمة المنظمة تحدث الإعلامي زافان كويومشان الذي سيتولى تقديم الحلقات الحوارية. نحن بلد ديمقراطي، نعم. نحن بلد حر، نعم. نحن بلد تلفزيوناتنا كتير بتحكي بكل شيء، نعم. بس ما لازم الإعلام اللبناني يكون بس لفشة خلق العالم، ما لازم الإعلام اللبناني يكون بس ليعبي هوا. الإعلام اللبناني دوره يطلع بمسؤوليته الوطنية بأنه ياخد الحوار وياخد الأفكار وياخد المجتمع اللبناني
مستوى جديد من الحوار والنقاش. وكانت كلمة لممثلي وسائل الإعلام المشاركة وبينها الأوتيفي. يعني أنا اليوم هيك عندي تمني من بعد هاللقاء أنه هالمناظرات هيدي جرب تساعدنا بشغلة لا نحن ولا غيرنا قدر أنه يعملها بهالكم سنة الأخيرة، أنه نعمل مناظرات على مستوى الصف الأول. يعني شو بيمنع يكون في مثلا هلأ عنا انتخابات رئاسية جاية، شو بيمنع أنه المرشحين كلهم الصف الأول أنه يشاركوا بمناظرة، يطرحوا برامجهم ويعني ويجاوبوا شي مرة على كل الأسئلة، كل المرشحين من دون استثناء، هيك تما تضل الأسئلة بس موجهة حكرا على جهة واحدة أيا تكن هذه الجهة. ونفس الشيء بينطبق على رئاسة مجلس النواب إذا كان في مرشحين آخرين، على رئاسة الحكومة وعلى كل شخص بده يتولى شأن عام. أما بالنسبة إلى الحلقة الأولى التي ستبث 9:30 من مساء الاثنين 22 تشرين الثاني الجاري، فشرح تفاصيلها المنتج المنفذ. ما تعطلوا هم إنه نحن مش متحيزين، رح نطرح كل المواضيع اللي معقول نحكي عنها، المعيشية، السياسية إلى آخره، والصوت يلي رح ينسمع أكتر شيء هو الناس المهمشين يلي ما منشوفهم كتير على التلفزيون، يلي عندهم شيء يقولوه بس بطريقة أنه نسمع بعضنا هن شو بيقولوا والخبرة كيف بيجاوبون. وأهم شيء هدف الحلقات يلي رح نعملها هو حلول. إشارة إلى أن منظمة مناظرة تبث منذ انطلاقها عام 2012 مناظرات تتمحور حول المصلحة العامة في أنحاء المنطقة العربية بما في ذلك المغرب وتونس والأردن ولبنان وتركيا واليمن. وفي العام 2019 نظمت المبادرة مناظرات حول الانتخابات الرئاسية التونسية، وقد حطمت نسب مشاهدتها الأرقام القياسية بعدد المشاهدين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ما أثار مطالب شعبية واسعة النطاق بإجراء مناظرات تستهدف محاسبة المواطنين للمرشحين. فاصل جديد ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جهاز الأمن الداخلي الشباك اعتقل عامل نظافة في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانت بتهمة التجسس لصالح إيران. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في تقارير نشرتها اليوم الخميس تحت بند سمح بالنشر أن هذا العامل اعتقل بعد أن اعترف بتسليم بيانات أمنية إلى إيران وتثبيت برنامج تجسس على الحاسوب الخاص بجانتس. أفرجت تركيا عن توجهت طائرة عراقية إلى مطار مينسك لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على حدود بيلاروس بولندا. وقال المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية عباس عمران في بيان صحفي أنه تم صباح اليوم تسيير رحلة استثنائية بعد الحصول على الموافقات الرسمية من قبل السلطات العليا العراقية والبيلاروسية، وأشار إلى تأمين كل الاحتياجات المطلوبة وتخصيص كادر متخصص من طواقم الشركة لتنفيذ هذا النوع من الرحلات الإنسانية، لا سيما وإن القادمين يعانون من أوضاع صعبة. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.